الاستاذ الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. يا استاذ اوسي اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن امير، تحياتي ليك ولكل مشاهديك ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان وجمهور الاهلي واعضاء الاهلي دايما يا رب منور. اخبارك ايه؟ الحمد لله. جو تلج بصراحه، عامل ايه في البرد ده؟ مش تلج ده، تلج وامطار. النهارده في امطار غزيره يعني الى حد ما، لكن الامور ماشيه يعني الحمد لله. الحمد لله كله خير باذن الله تعالى. عندنا ملفات كتير بقى قوي النهارده. وحضراتكم عارفين دايما ان احنا كل يوم خميس مع استاذ محمود القوسي بنلم كل الملفات وكل الامور والاحداث اللي حصلت على مدار اسبوع. ملفات ساخنه ولا بارده؟ ساخنه جدا. ده في البرد ده. بالظبط، ما لازم نتفى شويه. فخلينا نبتدي طبعا باهم شيء بالنسبه لنا دلوقتي، مباراه قادمه بالنسبه للنادي الاهلي، مباراه بلاتينيوم اللي هتكون يوم السبت باذن الله تعالى. كيف ترى هذه المباراه وكيف ترى استعدادات النادي الاهلي والمطلوب من النادي الاهلي في مباراه زي دي؟ سؤال مركب مكعب. لازم ناخد الحقيقه طبعا كلها. يعني كل امنيات النادي الاهلي ان شاء الله بالتوفيق في هذه المباراه مع بلاتينيوم يوم السبت الساعه 3 عصرا. عشان كده الاهلي اتمرن النهارده الساعه 3 وبكره ان شاء الله يتمرن على ملعب مباراه الساعه 3. يمكن كان امبارح تمرينه الساعه 5 لان اللعبة كانت رايحه مجهده بعد سفر 12 ساعه وتعب وارهاق وبتاع، فالراجل اجل التمرين شويه عشان ايه يقدروا ياخدوا نفسهم شويه. الحمد لله ان فريق الاهلي تقريبا يعني برغم بعض الغيابات، طبعا غياب الشحات، غياب رمضان صبحي، اثنين من اهم العناصر القويه جدا والمؤثره مع النادي الاهلي، الا ان النادي الاهلي دايما بمن حضر وبرجالته وبلاعبيه وبقدرته، والاهلي دايما ليه اهدافه بيحققها يعني. يعني ودي الخط الطريق او الاسلوب اللي بينتهجه فايلر، ان الفرقه ما تتاثرش باي حد. طبعا اي حد بيبقى اضافه، لكن حتى لو هذا الحد ايا كان غاب لابد ان الاهلي كفريق بيتعامل مع الموقف. صح. ودي صح. قيمه المدرب ودي قيمه النادي ودي قيمه الشخصيه، وهو ناجح في كده لحد دلوقتي الى حد كبير. وده الفريق اللي عنده شخصيه البطل. صح. ان انا يعني ان ما فيش واحد لما يطلع انا انهار، وده في كل الفرق الكبيره في العالم. صح. بالشكل. صح. ده يعني. فطبعا ان شاء الله الامور كويسه، واي مجموعه هتكون موجوده هتؤدي وهتحقق الهدف ان شاء الله. هدف الاهلي في المباراه الانتصار ولا بديل. حلو. ليه يا عم امير الانتصار ولا بديل؟ لان اي نتيجه غير الانتصار هتحط الاهلي تحت ضغط رهيب جدا طبعا. في الماتشين اللي باقيين الاهلي باقي له مباراتين مع النجم الساحلي في القاهره والهلال في السودان، ودول المنافسين الاولين ليك لان عندهم كل واحد 6 طوال معاك في النقطه، فهيكون مواجهات شرسه جدا. ولابد انك تحسم في ماتش بريتونيوم عشان تروح السودان وانت مرتاح، لان السودان دي دايما فيها مشاكل بالنسبه لنا يعني دايما بتبقى ظروف صعبه والاجواء حاره والاجواء ما تعرفش ازاي، فالدنيا ما تضمنهاش. فانت لازم بفضل الله تروح السودان وانت عندك 12 نقطه، فاول 12 نقطه دول انك تاخد 3 نقاط من بلاتونيوم ان شاء الله في ماتش يوم السبت ده موجود عشان ما تخشش في حزبه ميربا. فوزك ان شاء الله يوم السبت يحطك في منطقه لوحدك، مالكش سيب الهلال والنجم يخلصوا على بعض باي شكل، اي نتيجه انت مستفيد منها سواء كسب ده او كسب ده او اتعادله انت اللي هتركب مجموعه وتتصدر بشكل كبير جدا يعني. فده المهم وده الافضل بالنسبه للنادي الاهلي حتى لو دخل اي نتيجه ثانيه. مش هقول ان فرص الاهلي راحت يعني، سي لا قدر الله حصل تعادل مثلا، كنت قدم ما فيهاش حاجه بالرغم من الفارق الكبيره جدا بين الاهلي وبلاتينيوم، الا ان لو حصلت حاجه زي كده الاهلي هيبقى 7 نقاط جاي له النجم هيبقى اكثر الشراسه، رايح للهلال هيبقى اكثر الشراسه. ده اللي المفروض الاهلي يشتغل عليه، وده المفروض الاهلي، وده اللي انا شايفه جاي حتى من خلال تطلعات الكابتن سعد الحفيظ او فايلر او اصرار اللعيبه، في اصرار كبير جدا على ان الاهلي يحسم هذه المباراه بدرجه كبيره جدا عشان يصل الى النقطه التاسعه. متى وصل الاهلي الى النقطه التاسعه بقت اموره لحد كبير مستقره، النجم جاري في القاهره هنا ان شاء الله الامور تبقى افضل واسهل كتير جدا، لان ملعبك وارضك وجمهورك كل دي حاجات عوامل يعني بتبقى سبورت ليك وانت شغال. يمكن الناس قالت ان بلوتونيوم سهل خصوصا في الماتش الاولاني، ودي نغمه خادعه في بالنسبه للنادي الاهلي، وشفنا قد ايه كان صعب. يعني انا شفت المباراه اللي عدت، الاهلي ضاع منه فرص كتيره جدا، لكن في النهايه انت ما سجلتش غير هدفين والفريق شرس وبيقاتل وبيعمل رغم انه خسر باكثر من هدفين في ملعبه قدام النجم الساحلي. فمفيش حاجه زي ما اتفقنا ان مفيش حاجه اسمها سهله في كره القدم فعلا. حتى تحقق الهدف ما تستهنش باي فريق، لان ممكن تحصل مشاكل كتير جدا لا سيما الفريق بيلعب على الارض والمعتاد عليها، بيلعب وسط جمهوره، عنده طموح كبير، عمل تغييرات كبيره جدا في فتره الانتقالات دي في عدد كبير جدا من اللاعبين، مشى مجموعه من اللعيبه المؤكد ان هم اقل 6 لعيبه، وجاب مجموعه ثانيه جديده 3 فالمؤكد ان هم هيكونوا اضافه لي. صحيح ان الفريق يعني فرصه تراجعت في امكانيه المنافسه كثيرا، لكن هو يهمه انه يبقى يحافظ على ما واجهه، يحافظ يقدم صوره وممكن مختلفه، وممكن تكون دي الفرصه الاخيره بالنسبه له عشان لو عايز يرجع للمنافسه. ما عايز يرجع مثلا قدامه 9 بونت يعني واخد بالك، يعني هو دلوقتي 0 من النقاط بالزبط. فقدامه 9 نقاط ليه لا يعني واخد بالك، لا سيما انه عنده ماتشين على ارضه. صح.
فكل الحسابات لابد ان المباراه تؤخذ بمأخذ جد جدا من لعيبه الاهلي، والمؤكد ان هذا متاح طبعا، المؤكد ان الجهاز الفني بقياده فايلر يسعى لهذا ويلعب على هذا. ولا يعني انا شايف ان الحل الوحيد او الطريقه الوحيده قدام الاهلي هو المكسب ان شاء الله في المباراه، لكن لو جت النتيجه اي نتيجه ثانيه يعني هتصعب الامور على الاهلي. يبقى الاهلي مطالب ان ياخد الجولتين اللي هم الست نقاط المتوقع، هو الاهلي محتاج ست نقاط ياخدهم من دلوقتي على حسب نتيجه مباراه الهلال بالظبط. يعني انا ما احطش نفسي في انتظار اي حاجه، نريح نفسنا يعني، انت تريح نفسك ويبقى قرارك بيدي لا بيدي عمرو، صح؟ فانا اخد قراري بايدي، تبقى فرصتي انا اللي ماسكها، لا انتظر نتائج الاخرين سواء هتاهل او مش هتاهل او احسن موقفي او نقعد بعد الماتش نخش في حسبه بيرما. الفكره الحسبه اللي كانت معقده في الكره المصريه زمان، كنا بنقعد نحسب فيها كتير جدا. يعني الاهلي في سنوات كتيره جدا خلصنا منها، ودايما الاهلي بينهي موقفه مبكرا في دوري المجموعات يعني. فان شاء الله المباراه تكون اضافه النقطه التاسعه للنادي الاهلي، وتكون مقويه لفرصه النادي الاهلي في الوصول للدور التالي باذن الله وتجاوز دور المجموعات. طيب فيما يتعلق بالتشكيل يا استاذ اسيو، انا دايما بحب اتكلم على التشكيل لان الجمهور دايما بيبقى عايز يعرف ايه الاقرب الكلام من ده. نتوقع مع بعض التشكيل طبقا للفتره اللي فاتت، طبقا للمباريات الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي، بتشوف مين اللي ممكن يكون انسب من وجهه نظرك، بخلاف طبعا وجهه نظر مستر فيلر هو الاضرب كل شيء، ممكن مين اللي يلعب هذه المباراه؟ يعني ما عندك طبعا الشناوي بيبقى في حراسه المرمى، تمام، عندك الاطراف علي معلول طبعا اساسي من الناس اللي مقتنع بيها جدا، عندك الشمال الراجل يعني احيانا بيلعب بفتحي واحيانا بيلعب ب وجهه نظر محمد هاني، يعني هي مش وجهه نظري بقدر ما هو عايز يعمل ايه. هل ليه دوافع هجوميه وهنلعب بيهم هما الاثنين مع بعض يعني؟ طبعا فهو يعني دايما فايلر بيفاجئك بحاجات ما حدش يتوقعها او بتكتيك معين، ممكن يبقى في مفاجاه في الماتش ده، وارد جدا ان هو يعمل حاجات معينه يعني، واخد بالك؟ عندك طبعا اشرف، ايمن اشرف من الناس الثابته، يبقى المركز الثالث ومدى جاهزيه الموجوده، رامي جاهز ومطالي جاهز رامي ربيعه جاهز. انا شايف ان اعتقد ان فرصه رامي ربيعه هي الاقرب على اعتبار انه بيلعب مع ايمن اشرف المباريات الماضيه. عندك طبعا اللي استقر عليهم الشكل اللي واضح في الارتكاز خلال المباريات الاخيره كلها بيعتمد على عمرو السوليه. بس تتوقع فتحي ولا هاني؟ توقعك انت فتحي ولا هاني كباك رايت؟ انا اتوقع ان ممكن يلعب بهاني في المباراه دي، هاني لانه هيكون عنده رغبات هجوميه اكتر ورغبات حاجات اكتر يعني. تمام. نص الملعب عندك طبعا عمرو السوليه اللاعب المميز القوي الجميل، اليو ديانج يعني دبابه الاهلي الجديده، اللاعب المميز الحقيقه، لاعب عنده كره قدم، لاعب يمتعك عنده كره قدم، تتمنى ان الكره توصل له، ممتاز حتى لما بيقطع بيمرر بشكل جيد، بيتحرك بشكل جيد، تحس ان دماغه فيها كوره يعني، بيقدر يعمل حاجه سواء مرر او عمل، حتى على المرمى من مسافات بعيده هايل، صح؟ يعني يمكن لو شفنا عمل تسديدتين في الماتش اللي فات، تصويب منهم التصويبه الثانيه حاجه يعني قذيفه، اول مره تشوف قذيفه بهذا الارتفاع بالقوه بالدقه يعني، صح. يعني فده شيء مهم ومميز، واكيد ده يعني هيكون لاعب مهم جدا في الاهلي خلال المرحله المقبله، مع الاندماج ومع الرغبه ومع تطوير ادائه، كل ده هيكون مميز جدا. فده من العناصر القويه اللي اضافت قوه هجوميه للنادي الاهلي كمان، صح. يعني مش قوه دفاعيه، هو الاصل اداؤه دوره يعني الدفاع من وسط الملعب يعني الوسط المدافع، لكن اداؤه الحقيقه اداؤه مميز وهيكون حاجه قويسه جدا. وشفنا يمكن بعد ماتش في الماتش الاخير اللي كان بيلعبه لما خرج من الملعب، شفنا الملعب انفتح بعض الشيء يعني الى حد ما، فاعتقد هو كان خروجه لراحته طبعا يعني، فاعتقد ان الاثنين دول لا غنى عنهم، موجودين خلاص، هو بدا يعني يعتمد عليهم بشكل كبير جدا يعني. المنطقه الاماميه دي بيبقى فيها تغييرات كبيره جدا وفيها يعني تحركات كبيره جدا يعني، بنشوف فيها احمد الشيخ، بنشوف فيها وليد سليمان، بنشوف فيها أفشة، بنشوف فيها اجاي، دول أربعة يعني موجودين، تمام. يعني غالبا دول يعني في حد كهربا وكهربا يعني، هل كهربا هو جاهز بالشكل 100% ده ان الراجل يبدا بيه اساسي؟ انا ما اعتقدش ان ده هتكون لي بدايه اساسيه، ده تخيلي يعني. يعني دايما في بس حتى على عشان عارف هو جاهز ما انا ماشي اوكي، ما هو جاهز، هو بيجهزه من فتره طويله من شهر علشان يبقى جاهز مع اول ماتشات في يناير يعني، دي ما فيهاش كلام الموضوع، يمكن حتى هو اداله في الفتره الاخيره عشان يبدا يخش وياخد اجواء وحاجات كده. لكن في الغالب في النادي الاهلي وفرق كبيره دايما ما بيدفعوش بالاوراق الجديده من اول لحظه يعني، ممكن تكون لي مده اطول في المباراه دي، حسب عقليه كل مدير فني، حسب عقليته بالظبط يعني. احنا مع عقليه فايلر يقول لك ايه، لا لسه انسجام مش انسجام، ويقعد اللعيب سنه مثلا ينسجم، وارد جدا ان فايلر يعتمد عليه. فاحنا عندنا خمسه مؤكد يعني، المؤكد ان وليد سليمان لن يبدا المباراه كما عهدنا في المباراه الاخيره، ان هو بيحاول
ياخد الباور اللي عنده وليد سليمان والقوه اللي عنده وليد سليمان والرغبه اللي عنده سليمان ورؤيه وليد سليمان للملعب وقدرته على حسم الامور بياخده في الجزء الاخير من المباراه، التلت الاخير من المباراه. فربما يعني الشيخ هو بقى لديه قناعه كبيره جدا باحمد الشيخ يكون موجود. افشى لاعب اساسي موجود جدا في النادي الاهلي، صعب جدا الاستغناء عنه. مستواه قل كتير جدا، بقى اكثر تاثيرا في اداء الاهلي وفي نتائج الاهلي. فعلا كهربا او وليد سليمان يعني هنشوف مين هيترتب على حسب مين اللي هيكون مهاجم. لو اجاي مهاجم يبقى كهربا او وليد سليمان، مؤكد ان اجاي مهاجم. مروان جاهز، ممكن يخلي مروان لعلي فعلا ده ممكن يلعب بمروان وينزل اجيلي تحت، وفي ازارو ممكن يلعب بازارو وينزل يعني فدي الافكار اللي موجوده في الشكل الهجومي للاهلي اللي احنا شفناه. يعني المؤكد ان هو يختار الشكل الهجومي الانسب والاجهز والاقدر على تحقيق الهدف. تتوقع ان هو يبتدي بسيناريو هجومي ولا هيبقى في تحفظ؟ مؤكد انا يعني المتاكد المباراه دي ان شاء الله. اول ما لعب جنوب افريقيا ملعب كويسه، وملعب زيمبابوي ملعب كويسه وملعب مميزه يعني. الارضيه بتاعتها كويسه، فما دام الارضيه تبقى كويسه اعتقد ان هو يقدر يلعب بشكل جيد وشكل منظم. هيلعب بالاسلوب الضغط اللي الاهلي بيلعب بيه، اللي احنا يعني اللي شفناه في اغلب ماتشات فايلر او في اغلب ماتشات الاهلي، اللي هو انت بتضغط طول الوقت على الاسم الضغط المتقدم اللي يخلي لك استحواذ على الكوره ويخلي لك قدرات هجوميه اعلى في المنطقه الاماميه يعني. ده بهدف انك تسجل هدف. ثم الاهلي ما بيعتمدش زي ما متفقين على مهاجم واحد صريح، يعني الاربعه دول بيبقوا مهاجمين وبيجي كمان خلفيهم السوليه وقالوا ديانج، تكاد تكون ان بتهاجم بعدد كبير جدا من اللعيبه بخلاف الظاهرين. بخلاف الظاهرين يعني 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 الكره بتتلعب، وطبعا مش كل دول يعني بيبقوا في الهجوم يعني، اكيد بيبقى في حد ليه ادوار دفاعيه لو حد تاني بيهاجم كمان. دي كلها حسابات بتبقى خاصه، لكن ده الاسلوب اللي اتخيل ان الاهلي يلعب باسلوب ضاغط بشكل كبير جدا، لان الاهلي هدفه الفوز ولا بديل بالنسبه له يعني. حتى وان كانت هناك فرص اخرى فهو بيعتبر هذه الفرصه الاخيره علشان يحقق هدفه منها يعني. ان شاء الله نتمنى الاهلي ان شاء الله الفوز، نتمنى الاهلي التوفيق والدعم والمؤازره من جماهير والدعاء له بتوفيق ان شاء الله، ان اللعبه تكون موفقه باذن الله في مباراه يوم السبت. قلقان من التحكيم؟ والله التحكيم الافريقي دايما فيه قلق دايما، بس ما دمت بعيد عن الشمال الافريقي ما تقلقش ما دمت بعيد عن تونس مع احترامنا طبعا وتقديرنا للناس في تونس اكيد في كل الاحوال، لكن دايما المشاكل تبقى هناك في تونس للاسف بخصوص التحكيم يعني، للاسف الشديد يعني. ما دمت بعيد عن الشمال الافريقي مع حبنا وتقديرنا طبعا للشعب التونسي، طبعا يعني كلهم اخواتنا واشقائنا تونس والجزائر والمغرب، لكن دايما ماتشات الفرق المصريه وماتشات النادي الاهلي والمنتخبات مع فرق الشمال الافريقي بتكون فيها صعوبات كبيره جدا، وبتكون فيها يعني اخطاء تحكيميه ما تعرفش هل هي يعني غير مقصوده، هل بيجيبوا لنا حكام مش جاهزين مش ماهرين. انا لا يعني اقصد ابدا ان هناك تعمد في هذا الامر، تمام. لكن طبعا اللي شفناه في ماتش النجم الساحلي كان حاجه كارثيه، حاجه صعبه صح. وشفنا قبل كده في ماتش الاهلي مع الترجي، صح. شفنا قبل كده في ماتش الاهلي مع الوداد، ففي حاجات كده. لكن مع الافارقه وفرقه يعني تقريبا فرصها ضعيفه شويه، فرصها ضعيفه، اعتقد ان الامور يا رب نشاهد تحكيم عادل، تحكيم بلا قطور. ويمكن الاتحاد الافريقي بدا يتنبا الى هذا الامر بعد مباراه الاهلي والنجم الساحلي وتصعيد الاهلي الامر بشكل كبير جدا للكاف وتصعيده للفيفا، والاهلي عمل دوشه كبيره جدا. فاعتقد الكاف هيبدا يتنبا ان يجيب حكام على الاقل في ماتشات الاهلي يكون ليها قدرها وليها قيمتها، ومباراه تكون يعني داخلها مخزون كبير من العداله كويس اللي تقدر تطلعه هو ده المطلوب في الملعب يعني. احنا مش عايز غير العدل طبعًا يعني طبعًا. لا ننشد غير العدل في كره القدم. ادي كل واحد حقه، واللي يستحق المكسب في الملعب هو اللي يكسب وهو اللي يفوز بالمباراه. فان شاء الله يكون التحكيم عادل وكل لعيبه الاهلي موفقين يعني باذن الله. ان شاء الله باذن الله يكون يوم السبت والحد يوم مبهج باذن الله تعالى دايما. طيب ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي واستعداداته، وحديثنا مع الاستاذ محمد القوصي بخصوص هذه المباراه المرتقبه، والجميع متحمس ليها في الحقيقه بشكل كبير جدا، ان شاء الله يكونوا موفقين. لكن عندي ملفات اخرى يا استاذ قوصي عايزين نتكلم فيها شويه. ملفاتك كتيره يا لا في ملفات مهمه جدا. عايز اروح سهل حشيش، تيجي نروح سهل حشيش؟ تعالى يلا. يقول الاجواء هناك جميله جدا. تروح طيران ولا باص؟ رايك ايه في الحفله يعني في التنظيم؟ أنا عايز اخدها جزئيه جزئيه. سعيد جدا انك هتاخدني لسهل حشيش، يعني حاجه مبهجه طبعا طبعا، حاجه جميله، حاجه ممتعه، حاجه مشرفه لمصر. منظر كده يخليك تفخر بانك مصري، منظر يخليك تبقى قاعد سعيد كده وانت بتشوف بلدك بتعمل حاجه على المستوى العالمي، منظر يخليك تبقى قاعد كده وشايف الناس كلها منبهره، شايف الناس كلها سعيده. تحيه للي عملوا الكلام ده كله طبعا. تحيه لكل المصريين اللي بيعملوا من اجل مصر، تحيه للي بيقدم صوره كويسه. انا ضد ان بعض بينتقد بعض الانتقادات مالهاش اي معنى. احنا عملنا حفل جميل جدا، عملنا حفل مميز كل جدا. كل الانتقاد يعني مفيش مشكله، لا 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 ممكن يكون. خلي بالك يا استاذ برضه عشان منطقيين، ممكن يكون في حاجه سلبيه صغيره مش عارف ايه يتم تعديلها بعد كده، لكن المهم المجمل ممتاز. الكمال لله وحده ونعم بالله، صح كده ماشي صح. ما تطلبش مني الكمال، لكن انا يعني باصل للاقصى مستوى ممكن تتعامل
عشان انا ببذل جهد، الحفل فيه جهد مبذول، فيه مكان، شوف الطبيعه الساحره اللي موجوده، شوف الحفل موجود وسط المياه، شوف الدنيا كلها. كان ممكن يبقى تصوير افضل من كده، ودي من كانت من الحاجات اللي الناس انتقدتها. بس هو مش وحش يعني. لا يعني بقول لك يعني من الحاجات اللي انتقدتها الناس، انتقد حاجتين، تصوير وترجمه. يعني من قبل بس الترجمه دي خاصه بقناه يعني، مش ما بقول لك ما هوش خاصه بالحفله، ده حفله مالهاش دعوه بالموضوع يعني، واخد بالك؟ والتطوير، لكن المكان نفسه كان، الحدث كان ممكن يبقى يعني تصويريا وتلفزيونيا يبقى اعلى من كده بكتير جدا، لكن احنا عملنا حاجه عظيمه وحاجه مميزه، لدرجه ان انفنتينو نفسه رئيس دوله كره القدم في العالم انبهر بهذا الامر فعلا. وحتى ان السيد كامل ابو علي اللي هو طبعا يعني كان له دور كبير جدا في الليله، طبعا رجل اعمال شهير في الحقيقه، كان له بصمه كبيره جدا في اللي حصل فعلا. عرض على انفنتينو انه يوفر له زي ما بنقول كده لبن العصفور علشان يعمل جائزه الافضل في العالم في هذا المكان. بعد ما ابدا اعجابه بهذا الامر يعني انفنتينو يعني لم يعجبه هذا الامر فقط، بل اعجبه ما حدث قبله في اليوم السابق، اللعب تحت سفح الاهرامات. ودي كانت فكره جميله جدا وفكره مميزه جدا، بحي يعني وبنثمن هذه الفكره، ان تاخد كل النجوم دول بما فيهم رئيس الفيفا ورئيس الكاف ويلعبوا تحت سفح الاهرام، والراجل يسجل جون تاريخي موجود معاه، يعني حاجه مبهره وحاجه عظيمه جدا. ويعني انا شايف ان احنا كنا ممكن نستثمر الحاجه دي تحت سفح الهرم بشكل افضل يعني، والمؤكد ان هناك وزاره السياحه بتستثمر هذا اكيد طبعا، لما تاخد انفنتينو تحت سفح الاهرامات يعني صوره يعني كده كلها رواج في العالم كله يعني اكيد، بالاضافه لكل النجوم يعني. فسهل حشيش ده المنظر، انا بكلمك على المنظر العام، الشكل العام، الضيوف، الشياكه، الاناقه، المكان، القعده، الاداره، التنظيم، كل حاجه دي كانت حاجه ايه؟ حاجه مميزه جدا وحاجه جميله جدا الحقيقه يعني. تمام. فيما يتعلق بتعليقك خدني واحده واحده. ايوه ما هو احنا ماشيين واحده واحده اهو، خلصنا التنظيم والشكل وفخورين بيه جدا جدا طبعا يعني. عدم حضور محمد صلاح رايك ايه؟ طبعا انا بالنسبه لي يعني كشخص يعني ومتابع او راجل موجود في الوسط الرياضي في الاعلام، انا يعني كان عدم حضور صلاح صدمه بالنسبه لي. صدمه واتوقع ان الصدمه دي كانت عند معظم المتابعين من الجمهور المصري او المصريين، لانهم كانوا ينتظروا حضور محمد صلاح. انا بتخيل يعني ان حتى لو لم يكن محمد صلاح مرشحا لهذه الجائزه، كان لابد ان، لو لم يكن مرشحا اصلا لو يكن بين الثلاث، كان لابد ان يكون موجودا في عرس مصر. انا بعتبر ده عرس مصر، العالم كله بيتابعه طبعا. فمحمد صلاح دلوقتي يا جماعه ليس عاديا، محمد صلاح يعني ايقونه عالميه في كره القدم يعني. محمد صلاح يعني انا مش هكون مبالغ اذا قلت ان محمد صلاح ليس اقل من ميسي ومن رونالدو في النجوميه على مستوى العالم. على مستوى العالم فعلا. مش على مستوى مصر. تخيل لما حدث زي ده احسن لاعب في افريقيا ممكن اجيب فيه ميسي مثلا يعني مش هيضيع يعلق قيمه الحدث طبعا اكيد، لما اجيب فيه رونالدو مش هيعلق قيمه الحدث، لما اجيب فيه صلاح مش هيعلق قيمه الحدث مؤكد. طب ما بالك لو كانت دي بلد صلاح وده مسقط راسه وده عشاق وجماهيره المالين اللي بيقعدوا قدام شاشات التلفزيون بالساعات الطويله علشان يشوفوه ويدعوا له بكل التوفيق وكل البتاع. ما بالك اذا كان صلاح ضمن الثلاثه المرشحين بغض النظر اذا كان الاول او الثاني، مع ان هو طلع الثاني، الراجل واخد 326 صوت مقابل 477 ل 74 تقريبا، 474 تقريبا في الرينج ده، وماني مش عارف 267 حاجه في محرز يعني. فهو واخد الثاني، فكيف لا يحضر صلاح؟ واخد بالك؟ الحاجة الثانية يعني ماني ده اللي واخد الجايزة، وتعرف التسريبات كنا عارفين ان بنسبة 99% ان ساديو ماني موجود يعني في اللي هو اللي مرشح او عريس الحفلة يعني. ماني رفيقك في رفيق الدرب معاك في ليفربول يعني، فطبيعي جدا انك تكون معاه. وغير كده ان ماني ليه عليك واجب. صح، كان موجود لما انت بس بقى في داكار في السنغال اللي هي بلد والتسريبات كانت موجوده ايضا ان صلاح هو اللي هيفوز، والتسريبات كانت موجوده لم يعتذر ماني وكان موجود هناك ورقص مع صلاح واحتفل مع صلاح وهنى صلاح. صح، واخد بالك؟ فكل العوامل وكل الاجواء كانت تؤكد ضروره حضور صلاح عشان نفتخر بيه قدام الناس، نقول لهم يا جماعه ده محمد صلاح بتاعنا، ده بتاعنا، احنا كنا هنبقى فخورين. تخيل جاي يعني، انت جاي، انا كنت اتخيل ان صلاح يبقى هو يعني هو صاحب الحفل بالظبط، واخد بالك؟ انا ما اعرفش ايه المبررات والاسباب اللي دفعت صلاح لاتخاذ هذا الموقف، لكن احنا الحقيقه احنا يعني لسنا سعداء بهذا التصرف ولا بهذا الموقف. كنا نتمنى ان محمد صلاح يبقى موجود، احنا يعني ما بننتقدش صلاح ولا بنقطع فيه ولا اي حاجه خالص، احنا بنفخر بيه ونتمنى له التوفيق، وهنفضل نفخر بيه دايما طبعا، وهنفضل نشجعه. ودي صلاح ده اعظم من انجبت الكره المصريه عبر التاريخ، اكيد اعظم من انجبت الكره المصريه عبر التاريخ، لكن في مهام تحتاجها منه بلاده لابد كان يبقى موجود، حتى لو مش من اجل محمد صلاح يبقى من اجل مصر.
طبعا. فعشان كده انا الحقيقه كنت حزين وصدمت ان صلاح لم ياتي، وكان لدي امل حتى مش اللحظات الاخيره، كنت متخيل ان مع لحظه البدايه ان صلاح يدخل القاعه طيب باي شكل من الاشكال، يجي بطياره خاصه، يجي عايم، يجي طاير في الجو، وكنت متخيل ان صلاح هيفاجئنا، لكن صلاح فاجئنا مفاجاه لم تكن ساره لنا كل المصريين. عشان يبقى في بس توضيح، ده استاذ اوسي مجرد لوم لمحمد صلاح، لكن مش يعني ان احنا كده بقى صلاح ده مش عايزين، ده لوم، وده وجهه نظر شخصيه ليا انا على فكره، ده وجهه نظر شخصيه نقديه ليا كصحفي، بقول وجهه نظري في هذا الامر يعني. واعتقد ان يمكن ردود الافعال اللي كانت على السوشيال ميديا تقريبا بتتفق وبتسير في هذا الطريق يعني. احنا ما نتمناش ان السوشيال ميديا او المصريين حتى بعد الموقف ده استاذ اوسي، لا احنا مع بنساند صلاح، بنشجع صلاح، ده واحد بيرفع اسم مصر، وده الهدف اللي احنا هنقدر نتخلى عنه. بالظبط، ده لازم ناكد عليه. لا يعني. ده صلاح ده متعتنا، وصلاح طبعا. ده بقول لك الكريزه بتاعه الرياضه المصريه والكره المصريه. نستنى ماتشاته مع ليفربول. لا طبعا ده حاجه لا لا, لا 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 يعني لا تراجع ولا استسلام في هذا الامر يعني. تتوقع ايه ممكن يكون السبب وراء عدم حضور محمد صلاح؟ لا ما اقدرش اتوقع. ما تقدرش مش شكلك عارف. والله شكلك عارف. طيب بالتالي في توابع لعدم حضور محمد صلاح، وتوابع ايضا لتتويج الاتحاد المصري كافضل اتحاد داخل القاره الافريقيه. رايك ايه الاول في التتويج الاتحاد المصري لكره القدم؟ انا مش هعتبرها جايزه للاتحاد المصري لكره القدم بقدر ما هعتبرها جايزه لمصر. حلو قوي، نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه امبارح. دي جايزه لمصر، لان مصر في 2019 نظمت اهم ثلاث احداث في كره القدم في افريقيا طبعا، وعملتهم على اعلى مستوى. حلو، هبدا معاك من كاس الامم الافريقيه. عملنا بطوله امم افريقيه رغم ان التنظيم اسند لنا قبلها باربع شهور، ودي لوحدها تستحق جايزه على فكره يعني. ان التنظيم اسند لها اربع شهور، الا ان احنا عملنا افضل بطوله في تاريخ بطولات الامم الافريقيه. مين اللي عمل؟ جمهوريه مصر العربيه، الدوله المصريه، مش الاتحاد لوحده يعني. لا الاتحاد لوحده مين؟ الاتحاد لوحده ما كانش هيقدر ينظم دوره خماسيه. بس بتاكد بس. لا لا طبعا الدوله المصريه. الدوله المصريه. جمهوريه مصر العربيه. طبعا. بكل فئاتها، بكل اجهزتها، وزاره الرياضه، وزاره السياحه، وزاره الاقتصاد، وزاره كل اللي يخطر على بالك. كل المؤسسات. المؤسسات اللي المصريه بفنادقها، بطرقها، بوسائل نقلها. هو كان قرار دوله يا استاذ. باعلامها، فالدوله المصريه حشدت كل قوتها عشان الحدث ده ينجح. وفتحت الباب للجماهير، وكنا بنشوف لاول مره بعد غياب سنوات طويله جدا 100,000 في استاد القاهره. صح. موجودين. كل ده حصل، وكل ده فالدوله المصريه تستحق هذه الجائزه عشان نظمت هذا الحدث العظيم، ونجحت نجاحا باهرا لاول مره كان ب 24 منتخب طبعا. فده كان حدث عظيم جدا، لدرجه ان الكاميرون اللي مسندها من 3 سنين ما قدرتش تجهز نفسها، وهتاخد البطوله لسه اللي جايه في 21. مصر نظمت بعد ذلك في ختام العام او في الاشهر الاخيره عام في نوفمبر كاس الامم الافريقيه للشباب دون ال 23 عاما. صح. المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020. وبفضل الله تاهلنا وفزنا باللقب. ليس هذا هو الاهم، الاهم هو النجاح الكبير في التنظيم وتقديم بطوله عظيمه، ولاول مره دوله تاخد البطولتين دول في موسم واحد. صح. طبعا مش اي دوله تقدر تعمل كده. مفيش دوله، احنا كنا واخدين تحت 23، دي كنا واخدينها في الاساس من سنتين او من سنه ونص، ولكن جات لنا الاضافه لكاس الامم الافريقيه، فانك تعمل ده وتعمل ده بنفس القدرات ونفس الماكل ونفس النجاح، فده شيء عظيم لمصر. ثم تاتي مصر وتنظم حدث الافضل في افريقيا اللي نظم من يوم الثلاث الماضي في سهل حشيش، وده حدث عظيم، وانا شايف رونقه كان عظيم وكان رائع، ومشهده ساحر ومشهده مش. هذه المشاهد الثلاثه اللي شفناها للكره الافريقيه في مصر تمنح مصر بمنتهى السهوله هذه الجائزه ممثله في اتحاد الكره المصري الذي يستلمها يعني. لان مش معقوله مصر يعني هيسموها للدوله المصري فتستلمها اتحاد الكره يعني. شايف ممكن يعني. ممكن يستلمها وزير الشباب والرياضه ولا صعب؟ الجائزه؟ بما انه ممثل عن الدوله. لا والله ما هم يعني هي مش ممنوحه للدوله بقدر ما ممنوحه للاتحاد الكره اللي هو ممثل اصل اتحاد الكره لوحده مش هيقدر يعمل حاجه يا استاذ. يعني هو في النهايه ده الرمز بتاعك او ده الممثل بتاعك. زي وزير ما تقول يعني معالي وزير الشباب والرياضه ليس هو الدكتور اطرف صبحي ممثل وزاره الشباب والرياضه بقدر ما هو ممثل الحكومه المصريه او ممثل الدوله المصريه، فلما يبقى موجود هيبقى ممثل كده. فاتحاد الكره ده ممثل كره القدم في مصر. طيب. وممثل الرياضه في مصر، فاستلمها يعني كون. طيب. ان استلمها مهندس هاني او استلمها الجنينه او استلمها الوزير فدي مش مشكله، المهم الجائزه جت مصر وجت مصريه. لا بس يعني. برضو في جزئيه انا عايز اتكلم مع حضرتك فيها بخصوص اللي استلم الجائزه، ونتكلم بصراحه احنا متعودين من خلالك ايه على الصراحه. تمام. دلوقتي في 2019 صراحة لا نتكلم بصراحة. لا نتكلم بصراحة، احنا
كلمت حضرتك دلوقتي قلت ان في 2019 بخلاف طبعا بقى تنظيم الحفل الافضل دي كانت في 2020 خاص في شهر واحد، احنا بنتكلم على المناسبات اللي نظمتها مصر في 2019. الاتحاد المصري لكرة القدم نظم مسابقتين، مسابقة للكبار بطولة الامم الافريقية للكبار وللشباب. الكبار كان اتحاد موجود، للشباب اتحاد مختلف تاني خالص غير الموجود، لجنة خماسية. حتى في الماتيريال اللي تم عرضه في الحفلة بخصوص تكريم الاتحاد المصري لكرة القدم كان في انجازات تنظيم البطولة بتاعت الكبار والبطولة بتاعت الشباب. ليه المهندس هاني ابو رضه هو ليه كل التقدير والاحترام هو اللي طلع خد الجايزة؟ ليه مش الاستاذ عمرو الجنايني؟ انا ما بعرفش والله اتكلم، احب اتكلم. معلش، ايه المشكله؟ ايه المشكله نرد على الناس؟ دي اسئله الناس، دي اسئله الجمهور، لازم نرد عليه. وجهه نظر، انت شايف ايه السبب؟ انا شايف ان طبعا يعني المفروض طبعا ان اتحاد الكره المصري رئيسه الرسمي والشرعي والموثق هو السيد عمرو الجنايني. بالظبط. فلما تكون هناك جائزه للاتحاد المصري لكره القدم، فالذي يتفضل لما يكون افضل اتحاد كره القدم، فاللي يروح يستلم الجائزه هو الرسمي اللي موجود حاليا دلوقتي، حتى لو كان حد ساهم في الانجاز قبل كده. حلو. يعني ده ما فيهوش تاريخ. زي مثلا مدير فني بيدرب فرقه، الفرقه دي فازت ببطوله، هو جه كمل الموسم واللي قبله مشي، مش معقول نجيب اللي قبله هو اللي يستلم الدوري وده يقعد يتفرج. بالظبط. يعني ده مثال ممتاز. ايه رايك؟ جبت مثال ممتاز يا استاذ. ما تحرجناش بقى يعني. صح، تمام. فالراجل يعني الراجل فاجئنا ان المهندس هاني ابو رضا هو اللي طالع يستلم الجائزه. يعني طبعا المهندس هاني ابو رضا شخصيه لها تقديرها ولها اكيد احترامها. طبعا ده شيء ما حدش يختلف عليه. شخصيه موجوده العضو التنفيذي في الكاف، في الفيفا، شخصيه مصريه ناجحه جدا على فكره كمان. بحكم منصبه الدولي هو عضو المفروض في اتحاد الكوره، يعني المفروض يعني موجود في الكوره المصريه يعني. لكن هو ليس موجودا في اللجنه الخماسيه اللي موجوده حاليا على الاطلاق. يعني في مجلس اداره منتخب المهندس هاني ابو رضا لو بره هيبقى موجود فيها بصفته الدوليه. تمام. لكن هذه اللجنه، واللجنه دي معينها الفيفا من خمسه افراد واضحين ومحددين. كان ممكن يطلع يستلم الرئيس او يستلم الناب او اي حد من المجموعه، لكن كانت المفاجاه دي، وكانت المفاجاه الاكثر ذهولا أن رئيس الاتحاد موجود وبيصفق وسعيد بهذا الأمر بتاعه. وكان أنا رئيس يعني الفيفا. لا، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. أنت قصدك على رئيس. تمام. هذا المشهد لا يهمنا إلا ما يهمش حد غيرنا إحنا كمصريين. حلو، ماشي، فهمت. يعني ما يهمش، لا يهم الكاف ولا يهم الفيفا ولا يهم إحنا كمصريين. تمام. ويهمنا مدلوله اللي خرج بيه، ويهمنا من يدير الكرة المصرية. أنت جبت الخلاصة يعني. شكرا. طب بالتالي محمد صلاح علق على الجزئيه دي من خلال الستوري عنده على انستجرام، وراح نزل صوره مكه وكتب ايه؟ كتب جائزه افضل اتحاد تذهب الى ونقط. بتشوف التعليق ده ازاي؟ ما بقولك امير، يعني في كلام كتير جدا طبعا. كلام العلاقه واضح ان هي كانت سيئه في اسوء حالتها ما بين محمد صلاح واتحاد المصري لكره القدم. بص، العلاقه بقى سيئه بين محمد صلاح واتحاد الكوره، ومش عايز اقول والمنتخب، لان المنتخب يبقى لازم يبقى فوق كل حاجه. لا بلاش، لا بقول لك لازم المنتخب يبقى فوق كل حاجه، وان شاء الله صلاح يبقى موجود على المنتخب طبعًا في محطاته المهمه اللي جايه. هو حريص طبعا، هو حريص. المنتخب اضافه ليه على فكره يا استاذ اوسي. هو اضافه المنتخب، المنتخب اضافه طبعا ليه. طبعا. لكن اللي عايز اكد عليه ان مصر كمنتخب او كمصر بشكل عام في اي مجال لا تقف على احد يعني. مع ان وجود ابنائها الاقوياء طبعا اضافه ليها. يعني لما كان عندك مثلا ناس زي العالم الكبير الدكتور احمد زويل لما خد جائزه نوبل، وواحد من اعظم العلماء في العالم، وخدها بره مصر ومكان مقيم في امريكا. لما يجي مصر ده يبقى شرف، يعني بيشرف بلده يعني، واحنا نتشرف بيه ونفخر بيه يعني. لكن اما لو كان ابتعد وهو خد سكه ثانيه، احنا مش هنموت من غيرك يعني، واخد بالك؟ كويس. فالكره لن تنتهي في مصر، يعني الكره كانت في مصر قبل صلاح وعاملين انجازات عظيمه. حلو. وستعلى في وقت صلاح وستستمر بعد صلاح. مؤكد. وسيظهر في مصر صلاح وصلاح وصلاح. البعض يقول لك لن يظهر احد. ليه يا جماعه مش هيظهر احد؟ نتمنى ظهور، بس هي يعني صعبه شويه يا استاذ. بص، على فكره لو اشتغلنا صح والامور ماشيه صح، ان شاء الله هتشوف مواهب كتيره جدا. بس لازم المواهب تكون بنفس التفكير الاحترافي اللي عند محمد صلاح. ماشي، اوكي، يعني ان شاء الله هو وجود صلاح نفسه هيفتح الباب لناس كتيره جدا، لانه نموذج اكيد هيقرب يعني قدوه، يعني قدوه هيفتح الباب. ده هيفتح الطريق لناس كتير جدا، وفي ناس كتير جدا هتقتدي بهذا الامر يعني. كويس. فنتمنى ان الامور تكون كويسه والعلاقه تكون جيده مع صلاح، مع اتحاد الكره المصري، ومع مصر كلها، ومع جماهير مصر، لان صلاح يعني صلاح بطل شعبي. صح. صلاح متوج على قلوب، زي ما كان ابو تريكه كده متوج، وما زال ملك للقلوب، موجود عشق وحبه للناس كلاعب كره قدم عظيم له بسمات مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. فما صلاح نفس الحكايه يعني. نتمنى ان صلاح انجازه زي ما هو مع ليفربول وفي اوروبا والفرق اللي قبلها يكون عليه انجاز مماثل مع المنتخب المصري بهذا الشكل ان شاء الله. هو عمل انجاز صعود المنتخب يعني لكاس العالم اخيرا. تمام. ولسه منتظر انجازات كبيره جدا، مستنيين معاه بطوله الامم الافريقيه وحاجات كتير، لسه هتكسر عالم تاني باذن الله وكل حاجه. لكن هو كان موفق
يعني في التعليق ده ولا لا؟ ما اعتقدش ان هو تبقى تخلع من ما اعتقدش ان هو يعني انا كل ده عمال ارجع للتالي ده انت فيكش حل. طيب اتكلمنا على سهل حشيش تمام، نخش بقى على بعض الملفات الاخرى الخاصه بالاتحاد بالرياضه في مصر بشكل عام. وعايز اتكلم بالتحديد عن اتحاد الكره ولائحه النظام الاساسي وبعض البنود اللي في اللائحه دي اللي بيتم المناقشه فيها دلوقتي، وبعدين هيتم عرضها على الجمعيه العموميه العاديه لاحقا باذن الله تعالى. اهم هذه البنود مثلا بيقول لك ايه، ان هيتم تقليل عدد الاعضاء من 11 ل 9، ولو هم 11 لو استقروا على ان يبقى 11 عضو. لا لا تقليل ايه؟ عدد اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره. اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره يعني من 11 ل 9 افراد. قال لك لو 11 هيبقى فيهم 3 سيدات، لو 9 افراد هيبقى سيدتين تمام، ولو 7 افراد سيده واحده. تمام. انت رايك ايه في البند ده؟ شايف التعديل ممكن يبقى ايه او الافضل ايه؟ هو تعالى يعني انا هجاوب على السؤال ده، بس في قرار النهارده يعني انا قريته على بعض المواقع اللي هو دوري القسم الثاني يبقى دوري المحترفين. ما تنساش عشان عايزين نتكلم فيه مهم جدا، القسم الثاني يبقى دوري المحترفين. يعني ان هو يبقى الموسم الجاي دوري المحترفين. انا بالنسبه لي العدد يعني مش القضيه مش في العدد يعني سواء كان 7 او 9 او 11 تبقى الامور عاديه جدا. انا شايف ان خير الامور الوسط يعني يعني 7 قليل و11 كثير، لو 9 الامور مش هتبقى الامور مختلفه. لا سيما ان اداره اتحاد الكره يعني مش زي اداره الانديه، يعني لما نتكلم على نادي زي النادي الاهلي نجد ان هو محتاج عدد كبير جدا من افراد مجلس الاداره. ليه؟ لان النادي الاهلي عنده مثلا 4 فروع او موجودين الجزيره زايد مدينه نصر، فمحتاج ناس تبقى موجوده في الجزيره، عنده سفريات، عنده فرق، عنده لعبات، عنده حاجات كده. لكن الاتحاد كل قدم متخصص في لعبه عنده منتخبات وبتاع، لو 7 او 9 هيمشوا الامور بشكل جيد يعني ما فيش مشكله خالص. يعني انا شايف ان العنصر النسائي زيادته 1 2 3 انا مش متفق مع هذا الامر. مش متفق. العنصر النسائي يكون واحد فقط في كل الاحوال. حلو. واحد فقط لا يزيد. ليه؟ لان احنا عندنا انا هبص لك عليها، النساء ان كانوا يعني مهتمين بكره القدم كمشجعات وكمحبات لكره القدم وده شيء جميل وفي عشاق كتير جدا، لكنهم مش منخرطين في لعبه كره القدم. مش منخرطين في اداره كره القدم. مفيش ممارسات لكره القدم في مصر. لعبه كره القدم النسائيه في مصر متواضعه جدا يعني للاسف. للاسف مصر اللي بتتصدر القاره وتحتل ريادتها كاعظم منتخب موجود محقق بطولات رقم قياسي موجود، ما عندناش كره قدم نسائيه، مش مهتمين بيها. لان لا اتحاد الكره مهتم بيها بشكل جيد بالرغم من ان بعض الاهتمام محدود، ولا الانديه مهتمه بيها بالرغم ان افريقيا دلوقتي عندها اهتمام كبير جدا وعندها كره قدم عاليه جدا 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 وبيننا بينهم مساحات كبيره جدا. لما ترشح افضل 3 لاعبات في افريقيا لنيل جائزه مصر من غير مطروحه على الاطلاق، لا على مستوى اللاعبات ولا على مستوى الانديه ولا على مستوى المنتخبات. فانا يعني السيدات علشان تبقى معاك حد يدير في كرة قدم على الأقل يبقى فاهم يعني كرة قدم، يبقى عارف كرة قدم. يمكن السيدة سحر عبد الحق اللي موجودة حاليا منخرطة في المجال الرياضي بشكل عام وكانت رئيس نادي النصر وبتعيش في جو إلى حد كبير جو فيه رياضة وأشياء كتير من هذا القبيل. كانت قبل كده سحر الهواري، الدكتورة سحر الهواري كانت موجودة. فعشان تلاقي نماذج الأمور قليلة وتلاقي منافسة، تلاقي المنافسة بتكاد تكون محدودة. يعني الدكتورة سحر الهواري لولا ظروفها لما خرجت من الاتحاد مدى الحياة، لان محدش هيقدر يخرجها يعني وكانت هي الاقدر. فالكفاءات ما عندناش كوادر نسائيه، مفيش ناس تانية يعني تمام، ما عندناش كوادر نسائيه كتير. فانت فده الابرز، فانت اختار مين؟ اختار اللي موجود اللي عنده خبره اللي موجود. يعني انت شايف عدد الاعضاء يبقى 9 ده الانسب؟ انا شايف عدد الاعضاء 9 و9 وتكون سيده واحده فقط، سيده واحده لمجرد تواجد العنصر النسائي كوجود للمراه في كل مجال. سيدتين يعني؟ لا لا مش سيدتين يعني، واخد بالك؟ طيب. فده الكلام في هذا الامر. طيب بخصوص البند الاخر برضو واللي في كلام كتير عليه شويه، وهو عدم الجمع ما بين العمل الاعلامي والتواجد في الاتحاد المصري. انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، اتكلمنا فيه قبل كده لكن هو بيثار ايضا حاليا يعني. هاكد عليه تاني، انا ارفض حكايه الحكم والخصم. انت ممكن تبقى دكتور وتبقى عضو في مجلس اتحاد الكوره، ممكن تبقى مهندس عضو في مجلس، لكن ما ينفعش تبقى اعلامي وتبقى بتدير الكره المصريه وبتبقى بتاخد الاخبار بتاعه الكره المصريه وتبثها وتبقى بتنفرد بالاخبار وتبقى انت اللي بتقيم نفسك، تبقى انت اللي بتحكم على نفسك، تبقى انت اللي بتهاجم نفسك، تبقى انت اللي بتنتقد نفسك. ما فيش كده. انت بتستضيف زمايلك وانت اللي بتستضيف زمايلك وانت اللي بتستضيف غير زمايلك، ده كلام يعني. فانا ضد هذه النقطه، وبرده ضربت مثلا وهعيد تكراره تاني، كابتن عصام عبد المنعم يعني لما مسك اتحاد الكوره وكان موجودا في الاهرام قبل ان يبقى على المعاش كان بيكتب عموده وما زال بيكتب عموده الراجل، ربنا يوفقه، واحد من الاقلام الصحفيه الجميله يعني الرشيقه. لما مسك اتحاد الكوره فورا
اخر مقال كتبه: انا اتوقف عن الكتابه الان في الاهرام لان لا يجوز ان اكتب هنا وانا واقيم نفسي هناك يعني. ده كان نموذج. فاتمنى ده، انا ضد هذا البند وهذا البند مرفوض تماما يعني. انت عارف ان احتمال يتم تمديد مده اللجنه الخماسيه لمده شهرين كمان، يعني بدل ما يخلص مدتها في شهر 7 او اخر 7 او شهر 9 بعد الالعاب الاولمبيه. واعتقد ان ده الحل الاقرب والانسب. وده ده طبق اللائحه الفيفا، ما ينفعش تعمل انتخابات لا 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 في دوري، فهم مستمرين لغايه نهايه اولمبياد طوكيو، وبعد كده تجرى الانتخابات ان شاء الله بعدها. الناس بتتفاجئ بالحاجات دي يعني القرار زي ده ما معروف، الاولمبياد ما عدا هتخلص في نص 8 وهتبتدي في شهر 7 وكلام من ده، ليه ما بيبقاش من الاول؟ ما على فكره، ما هو احنا انا عارف فين من الاول. اي بس كان الاعلان ده هو كان طلع لمده سنه يعني. لمده سنه فهيتم التمديد، لان هو عارفين ان الشهرين دول هيتمددوا يعني. فما فيش مشكله في الامر. طيب يعني الفار بقى يا استاذ اوسي هيستخدم فعلا في بدايه الدور الثاني ولا لا؟ هو خلاص وصل دفعات، الدفعه الاولى خاصه ببعض الاجهزه الخاصه بتطبيق التقنيه كانت امبارح، والنهارده استكمال للدفعه الثانيه وكلام من ده. متفائل بتطبيق التقنيه ولا الموضوع لسه يعني صعب؟ منذ انطلاق الصافره الاولى او الصفاره الاولى للدوري ونحن نسمع عن تطبيق الفار، وان الفار بيستعدوا له، والفرق اقترب، وبعد كده يعني بعد فتره، بعد شهر ولا شهرين من تولي الاتحاد، قال لك الفار صعب وعايز امكانيات وعايز قدرات وعايز تدريبات. فوجئنا الان بان الكلام على الفار. النادي الاهلي بيطلب الفار من الموسم الماضي. يمكن شايفين الفار عامل ايه في الدوري الانجليزي؟ طبعا شايفين مستوى العداله اللي موجود. نسبه كبيره بالعداله في الحقيقه. بص يعني ما فيش يعني زي ما قلت لك الكمال اله واحد طبعا، وربنا سبحانه وتعالى هو العدل المطلق. صح يعني صح. فمهما كان ربما تكون في، لكن ده بيقلل نسبه الخطا بنسبه كبيره جدا. شفنا الفار في كاس العالم للانديه قد ايه كان عظيم، وقد ايه يعني اعطى الحق لاصحابه. فزي ما اقول لك بدانا ان في فار، مفيش فار، دلوقتي في فار. نتمنى ان الكلام ده يكون صحيح، مع ان انا شايف برضو الكلام صعب، لان الامر ده فعلا فعلا محتاج. لو بيقول ان هم اتفقوا مع الشركه الاسبانيه وكل ماشي، حتى لو اتفقوا محتاج تدريبات ومحتاج تجهيزات. قال لك التدريبات بدايه من يوم 13 يناير حوالي 60 حكم هيبتدوا يتمرنوا. طب دول هيلحقوا يعني؟ ده الدور الاول خلاص يعني، خلال شهر الدور الثاني المفروض هيبقى في ايه، في شهر 2 مثلا ولا 3؟ يعني محتاجين تدريبات كده. لا احنا نتمنى باي شكل من الاشكال ان وجود الفار ده هيقلل نسبه الاخطاء بشكل كبير جدا، لا سيما وان الاخطاء التحكيميه في المسابقه السنه دي كثيره جدا، وفي شكوى كبيره جدا من التحكيم على نفس غرار المواسم السابقه. يعني بشكل رهيب يعني على كل الفرق. يعني السنه اللي فاتت يا استاذ اوسي الاهلي بس اللي كان بيتكلم بخصوص الحكام، كله بيتكلم. السنه دي ثلاث انديه لغايه دلوقتي طلعوا ثلاث بيانات رسميه. الزمالك مطلع بيان، انبي مطلع بيان، السموحه مطلع بيان، نادي الاتحاد السكندري بيانات واحتجاجات رسميه على التحكيم. والسنه اللي فاتت لو تفتكر بيراميدز كانوا جابوا حكام اجانب في كل ماتش، والزمالك شويه في حاجات يعني. مثلا كان في هدف لحرس الحدود، انا مش فاكر الماتش، وهدف صح 100% بيتلغي، هدف الهدف اللي ده وهدف ده وهدف ده، هدف الاتحاد في ماتش المقاولين، هدف كتير جدا يعني بتشوفها. ضربه جزاء بتاعت المقص، حاجات كتير موجود. الزمالك عنده اعتراضات، انبي عنده اعتراضات، الاتحاد عنده اعتراضات، السموحه عنده اعتراضات، حرس الحدود عنده اعتراضات، والاهلي كمان. والاهلي ظلم في بعض القرارات في الحقيقه، الاهلي ظلم كتيرا جدا في بعض القرارات، في قرارات بس الاهلي اموره ماشيه فما بيحبش يعطل المزور. ما دام الناس بتتكلم وشافه الاخطاء اللي بتتكلم فيها، فانتوا ده اللي انا كنت بطالب بيه، وده اللي انا كنت بنشده. انتوا دلوقتي اللي بتطالبوا بالاصلاح المزور التحكيمي، وبتطالبوا بالفار. اللي الاهلي من السنه اللي فاتت قبل توقف الدوري، قبل كاس الامم الافريقيه لو تفتكر، الاهلي اكد على ضروره وجود الفار في الكره المصريه، ونال وعدا من المهندس هاني بريده قبل ما كان موجود رئيس الاتحاد بان الفار سيطبق. فلا طبقوا المهندس هاني ولا طبقوا الاستاذ الجنايني لغايه دلوقتي. نتمنى ان الفار، طبعا دي امنيه ان احنا كلنا ننتظرها، ولكن يكونوا جاهزين تحكيم او ادوات او معدات، ده يكون جاهز، علشان ده فعلا اكيد هيقر العدل في الكره المصريه، لان اي خلاف هنرجع ليه، بس ما يتحولش الفوضى في مصر يعني. بالظبط، ده اهم شيء ان شاء الله يطبق، والناس بتحاول، والموافقات لحد دلوقتي حتى لو هي مش رسميه من وزاره الشباب والرياضه، هي موافقه شفويه مثلا او شفهيه، وايضا بالنسبه للجهات المعنيه لحد دلوقتي لسه ما فيش موافقات رسميه، لكن ان شاء الله باذن الله بصدد الحصول على هذه الموافقات الرسميه بشكل نهائي. السؤال الاخير بقى اللي انت كنت عايز تتكلم فيه، دوري القسم الثاني وتطبيق دوري المحترفين. دوري القسم الثاني السنه عشان الناس تبقى عارفه، ثلاث مجموعات اللي هو الدوري اللي تحت الممتاز مباشره. كل مجموعه 12 فريق، عندنا 36 فريق، مسابقه فيها 36 فريق صعب تسويقها. كان المفروض المسابقه دي هتبقى زي الممتاز بالظبط، 18 فريق مجموعه واحده، لكن الفواتير الانتخابيه والضغوطات الخارجيه منعت ده. اتحاد الكوره هيهبطوا من 36. ما اتحاد الكوره يعني سمعت ما يشبه القرار انه يعمل دوري محترف القسم الثاني ويعملوا مجموعتين، كل مجموعه 12. يعني يبقى كده عندنا 12 و12 24 بدلا من 36.
طبعا ده افضل كتير جدا من ال 36، وان كنا نتمنى ان هو يبقى مجموعه واحده، لكن هي خطوه جيده، نتمنى ان هي تكون خطوه لتقليص اكبر في المستقبل، عشان المسابقه دي تكون اقوى وتكون يعني تكون يعني ارضيه كبيره جدا للكره المصريه، ويقدر يعني حتى الفريق اللي يصعد للدوري الممتاز يبقى فريق قوي وقادر على المنافسه يعني. اتمنى ان الاتحاد الكره يكون صادق في هذا الامر، ويكون قوي، ويكون يعني عنده اصرار على تنفيذ ده. ويحاول يعمل فتره زمنيه يوصلنا ل 18 فرقه ويدمجهم هما الاثنين في مجموعه واحده، ده اللي احنا بنحلم بيه وده اللي احنا بنطمح بيه، ودايما بالنادي ان اتحاد الكره الحالي اتحاد يعني جاي بقرار من الفيفا امامه فرصه تاريخيه لاصلاح منظومه كره القدم المصريه وتخليصها من كل عناصر الفساد اللي موجوده فيها. هما بيحاولوا، عندهم عقد كتير جدا لسه ما اتنفذتش، بس بيحاولوا فيها. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. زي موضوع الكره الرسميه اللي بطوله الدوري لحد دلوقتي وعدوا بيها امبارح، لاعب جاب هاتريك في ماتش مين يا رب فكروني يا جماعه، جاب هاتريك وكان عايز ياخد الكوره بعد الماتش. جريندو في ماتش حرس الحدود والجيش تمام، جاب 3 اهداف. فاحنا عارفين في اوروبا دايما بتجيب 3 اهداف بتاخد الكوره وانت مروح. فانت الكور بتاعت الانديه، صاحب الملعب هو اللي بيلعب بالكور بتاعته، فصاحب الملعب كان الجيش تمام، فهياخد الكوره ازاي تمام. فبرضه لما يبقى في كوره رسميه حاجات زي دي بتبقى حلوه في الحقيقه يعني. لا نتمنى ان ده يكون موجود يعني ان شاء الله. استاذ زاوسي قلت كل في نفسك، نورتنا وشرفتنا يا استاذ. ربنا يخليك يا امير، دايما بتبقى ضيف عزيز يعني. ربنا يخليك يا حبيبي، ودايما بشرف بالتواجد معاك وبتشرف بالظهور على شاشه النادي الاهلي مع جمهور الاهلي العريق والعظيم واعضاء النادي الاهلي في كل مكان. نورتنا يا استاذ اوسي. ضيفنا العزيز النهارده كان الاستاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي الكبير، واعتقد ان احنا اتكلمنا في ملفات عديده جدا بصراحه كامله مع كل جماهير الكره المصريه وجمهور النادي الاهلي تحديدا. مش متبقي قبل ما نختم غير ان احنا نتمنى كل التوفيق لفريقنا الحبيب النادي الاهلي في مباراه يوم السبت، وباذن الله احنا كده كده بكره اجازه الجمعه والسبت هنبقى اجازه ايضا للمباراه الساعه 3، فهيبقى صعب ان احنا ننزل مع السبت مبهج يا امير باذن الله. يبقى السبت مبهج على راي الاستاذ اوسي، والحد كمان نبارك لبعض باذن الله بفوز النادي الاهلي على بلاتينيوم وخطوه جديده في بطوله دوري ابطال افريقيا. دي كانت حلقتنا، استنوا حلقه يوم الاحد باذن الله تعالى من كلام في الميديا. الى اللقاء.